برحب بيك زميلي امير في البدايه، وتحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين، كل جمهور النادي الاهلي. دعواتك طبعا امير في البدايه ودعوات كل جمهور النادي الاهلي باذن الله البطوله التاسعه الافريقيه تكون من نصيب النادي الاهلي. اجواء كالعاده بالنسبه لفريق النادي الاهلي داخل فندق الاقامه لحاله التركيز الكبيره، ساعات بسيطه طبعا يا امير وبتفصلنا عن هذه المباراه، لكن عايز ابدا معاك من لحظات كان موجود ومتواجد ووصل بالفعل الى فندق الاقامه دكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه بمسانده كبيره طبعا، وزي ما قلنا واكدنا امير النادي الاهلي بيمثل مصر والكل بيساند النادي الاهلي، المهندس هاني ابو ريده، مستر محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، المجلس بالكامل، كل محبين النادي الاهلي خلف النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه والمرتقبه. وزي ما بنقول في كل رسائلنا امير، الحمد لله الامور ماشيه بشكل مطمئن بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، تدريبات كانت ماشيه الحمد لله بالنسبه للنادي الاهلي، استفاد من كل الجرعات التدريبيه اللي كانت متواجده، تركيز شديد جدا بيفرضه مجلس الاداره، كابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره مستر باتريس، جلسات زي ما بنقول مستمره، محاضرات بشكل مستمر، الامور الحمد لله باذن الله النهارده تصب في مصلحتنا، وباذن الله يكون لنا فرحه في الملعب في فندق الاقامه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، البطوله باذن الله التاسعه تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. كمان باكد لك يا امير ان كان من لحظات عقب وصول الدكتور اشرف صبحي وصل بالفعل كابتن احمد فتحي، كابتن مؤمن زكريا، كابتن هشام محمد، كابتن احمد الشيخ، كمان يمكن كل اللعيبه جايه تساند فريق النادي الاهلي. احمد فتحي اصابه بتحرمه من مباراه نهائيه كبيره، لكن رغم الاصابه لابد يكون متواجد خلف النادي الاهلي. هشام محمد ايضا كمان الاصابه التي حرمته من هذه المباراه، احمد الشيخ، الكل متواجد خلف النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج النهارده دعم الجميع رغم قله الجماهير اللي هتكون متواجده، وباكد لك يا امير من جديد وصل بالفعل الفوج الثاني لجماهير النادي الاهلي، يمكن بعض منهم كان موجود هنا في فندق الاقامه وبعض منهم هيكون متواجد مباشره امام فندق الاقامه. ليه بنقول امام فندق الاقامه؟ لكن لان بعثه فريق النادي الاهلي، البعثه الاعلاميه، فريق النادي الاهلي، الجهاز الفني، مجلس الاداره، جماهير النادي الاهلي فندق الاقامه. كعرف المعتاد جمهور النادي الاهلي في كل المباريات الخاصه بالترجي التونسي بتكون النادي الاهلي بيروح مباشره او جمهور النادي الاهلي بيذهب مباشره الى استاد رادس، لكن حرصا طبعا على الحاله الامنيه هنا وحرصا على الامور الخاصه والمحيطه بهذه المباراه، كان قرار رائع ومميز جدا. يمكن ننسق معاه العميد محمد مرجان المنسق الامني المتواجد مع فريق النادي الاهلي مع كل وزاره الداخليه هنا، وايضا كمان الجانب التاميني، ان تكون الموكب واحد يحمل طبعا جماهير النادي الاهلي، ويكون في البعثه الاعلاميه وفريق النادي الاهلي والجهاز الفني والجميع يكون في موكب واحد، نظرا طبعا ان هيكون في بعض الجماهير اكيد هتكون متواجده قريبا من الاستاد، فبيحاولوا طبعا ان تكون كل الامور الحمد لله تصب في مصلحه النادي الاهلي. الامور التامينيه دي باذن الله تساعدنا ان احنا نصل من غير اي امور تعوق فريق النادي الاهلي، اكيد متوقع ان يكون في بعض الزحام بعض الامور دي، لكن ان شاء الله كل الامور تسير بشكل مطمئن، وهدفنا يا امير وهدف كل جمهور النادي الاهلي، مجلس الاداره، اعضاء النادي الاهلي، ان احنا نعود من هنا ان شاء الله بالكاس التاسعه باذن الله، باذن الله في دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير. يا رب يا رب.